سيادتك ما تخليهاش. ايا الان ايها الشعب الحبيب، خذ سيادتك، خذ سيادتك، خذ سيادتك، ما تخليهاش، ما تخليهاش تمشي من يديك. واختار، اختار ما بين الفرسان من هو احسن للشعب الجزائري ومصالح الشعب الجزائري وعزة الشعب الجزائري وكرامة الشعب الجزائري. اختار، اختار بحرية، اختار الأفضل، اختار الأفضل، اختار الأفضل. من هذا المنظور ومن هذه القلعة الرمز، أهيب بكم أبناء الجزائر نساء ورجالا كبارا وشبابا، أن تكونوا في مستوى التحديات التي تواجه الأمة مؤكدين التزامكم وتجندكم الجماعي مستجيبين لنداء الوطن. كما خرج الشعب الجزائري في مثل هذا اليوم قبل 67 سنة موحدا معبئا هاتفا بصوته العالي معبرا عن موقفه المشهود مدافعا بشجاعة وشهامة عن قضيته الوطنية، أدعو الجميع، أدعو الجميع إلى الخروج يوم الاقتراع خروجا حاشدا لتخوضوا مرحلة جديدة. أدعو الجميع إلى الخروج يوم الاقتراع خروجا حاشدا لتخوضوا مرحلة جديدة من مسيرة التنمية والإصلاحات والتطور الديمقراطي في وطنكم الجزائر. أدعو كل الشرائح والفئات أن تعبر عن اختيارها الحر في انتخاب ممثليها من أي اتجاه أو انتماء كانوا في هذه الانتخابات التي ستكون مغايرة لسابقتها، متميزة من حيث المشاركة الأوسع لمختلف التيارات السياسية، وكذا مشاركة واسعة منتظرة للنساء والشباب على قوائم الترشيحات، وذلك ثمرة للتطور الديمقراطي في بلادنا. ستكون هذه الانتخابات متميزة من حيث الضمانات العديدة التي وفرناها لتكون كما يريدها شعبنا، نظيفة شفافة، انتخابة ناجحة بفضل مساهمة الجميع، قضاء مستقلا، إدارة محايدة، أحزاب فاعلة، جمعيات نشطة يقظة، صحافة حرة، مراقبة وطنية نضولية، مواطنات ومواطنين غائرين على سيادة بلدهم، إلى غير ذلك من الإجراءات. آمل أن تهب أي الشعب الجزائري كما عهدناك في المواعيد الهامة ملتزما بأداء واجبك الوطني وممارسة حقك الدستوري، واعيا متحملا مسؤوليتك حتى لا يترك مصيرنا للغد المجهول، أقول حتى لا يترك مصيرنا للغد المجهول، فاعلا مقدرا لدورك الحيوي وأهمية صوتك الذي نريده عاليا مسموعا ومؤثرا في صناعة القرارات وتحديد السياسات، وذلك من خلال انتخاب مجلس وطني شعبي تعددي سليم التركيبة يعكس واقع الأمة وتطلعاتها، حتى يكفل حق المشاركة الفعلية للجميع بما فيها الأحزاب الفتية الناشئة، واختيار منتخبين ذوي كفاءة ومصداقية حاملين رؤى جديدة وبرامج جادة حصيفة أوفياء للعقل الأخلاقي الذي يربطهم بمنتخبيهم، مراعين لإنشغالاتهم، حريصين على تبليغها وتلبيتها، مسخرين دوما جهودهم لأداء مهامهم على أحسن وجه بصفتهم ممثلين للأمة، واضعين المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار. منتخبين سيشكلون هيئة تشريعية شاملة لمختلف الشرائح والفئات والاتجاهات والكفاءات، مما يجعلها جديرة بأصواتهم وتزكيتهم، أكثر مصداقية وتأهيل للاطلاع بمهام معتبرة تمليها مقتضيات المرحلة القادمة، إذ ستتولى استكمال تكييف المنظومة القانونية الوطنية ما يعكس مستوى الإصلاحات السياسية، وفي مقدمتها مراجعة الدستور والذي سيكون فاتحة عهد جديد، لا سيما فيما يتعلق بترقية الحكم الراشد وتحديث مؤسسات الجمهورية، وكذا توسيع مجال الحقوق والحريات، كل ذلك من أجل مواكبة تحولات المجتمع، كل ذلك من أجل الاستجابة لمقتضيات التنمية وخاصة خدمة مصالح المواطنات والمواطنين. وهنا لا بد أن أشير أنه مهما بلغت الإصلاحات من جدارة والنصوص التشريعية التنظيمية الجديدة من جودة،
فإنه لا يمكن أن نعدها غاية في حد ذاتها، حيث أن المبتغى هو التطبيق السليم الذي تتلقاه هذه السياسات من قبل كل الفاعلين بهدف تحقيق مرامين الجماع المتمثل في تشكيل وتنصيب مؤسسات دستورية لا شائبة في مصداقيتها ولا في مشروعيتها. لتحقيق ذلك يجب أن نعمل على توفير الجو المناسب لجعل الجزائريات والجزائريين يطلعون حسا ومعنا بمواطنتهم حقوق وواجبات، ويسمون بكل وعي وتبصر في عجلة صرورة بلادهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا نحو الأفضل. إن الديمقراطية قبل أن تكون ممارسة وآليات هي ثقافة جماعية يتحلى بها الجميع، سلطة ومعارضة ومجتمعا مدنيا وجميع الفاعلين في الساحة السياسية، وهي محصلة تطور اجتماعي عميق تبلغه الأمم والدول عبر مسارات طويلة وأنساق ليست بالضرورة متطابقة ولا متشابهة. ومن المرشحون والمرشحات الذين يقدمون على دخول المعترك الانتخابي فلا بد لهم أن يقتنعوا هذه المرة بأن هذه المرحلة من حياة بلادنا لا توصل غلبة التصرفات الشائنة وغير المرضية في تعاطي المنافسة الانتخابية، تلك التصرفات الدونية التي تمس بصدقية مجالسنا المنتخبة وتحط من القيمة المعنوية والأخلاقية لخدمة المواطن وأمته في المجال السياسي. إن أمل اليوم أن يكون نجاح الانتخابات في مستوى الجهود التي بذلت في التمهيد لها وشرح الرهان الكبير المعقود عليها، ما كنت أعمل لحزب ضد آخر، انتمائي السياسي معروف ولا غبار عليه، وفي نفس الوقت شجعت كل المواطنات والمواطنين على أن يصوتوا حسب ضميرهم واختيارهم وميولهم السياسي، فأنا أفعل ذلك اليوم لمشاركة المواطنات والمواطنين لا لأن أشرح لكم برنامج حزب أو حزب آخر. وأتمنى أن تكون مساهمتي في هذه الانتخابات داعيا الجزائريين والجزائريين للذهاب إلى صندوق الاقتراع يوم الاقتراع نفعت في إلى حد ما تعويضا على صعوبات اختيار المرشحين، فأنتم تنتمون إلى أحزاب وهذه الأحزاب تعرفونها أو تعرفون الناشئة منها. إن دولة الحق والقانون والديمقراطية التي نصب إلى استكمال بنائها لا تتحقق دون تعبئة كل فئات الشعب لبذل الجهود وضمها من أجل تأطير الساحة السياسية الوطنية وتنشيطها من جهة وحماية اقتصاد البلاد وتحريكه من جهة ثانية. ذلكم هو السبيل الأنجع والوحيد الذي يضمن حقوق شعبنا ومستقبل بلدنا. أخواتي الفضليات، إخواني الأفاضل، أكرر وأقول إن البلاد على أعتاب مرحلة مصيرية لا خيار لنا فيها إلا النجاح. لذا فأنا على يقين من أن الشعب الجزائري الأبي الذي يقدر أهمية الحدث وحساسية الظرف لن يخلف وعده ولن يخذل وطنه في هذا الموعد الملحوظ من هذه السنة. أنا واثق بأن شباب الجزائر الذي تخرج بالملايين من المدرسة الجزائرية الواعي المفتح على عالم المعرفة الحديثة وتكنولوجيا الاتصال المدرك لتحديات العولمة ومخاطرها سيتصدى لمن يتربص بالبلاد شرا، واثق بأنه سيتصدى لدعاة الفتنة والفرقة وحسابات التدخل الأجنبي. أقول وحسابات التدخل الأجنبي مرة أخرى، إنه أهل هذا الشعب للمسؤولية، سيرفع التحدي ويصدح بصوته عاليا رافعا الوطن شامخا عاجلا هذه الانتخابات، جاعلا هذه الانتخابات رتبة أخرى في مسيرة البناء والتجدد الوطني، ويوم الاقتراع عرسا للديمقراطية في الجزائر الحبيبة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.